كم نائب بيغيب من غير عذر؟ ما انتم بتطلعوا بعذر امانه المجلس بتطلع. يا سيدي تسمح لي بعذر ومن غير عذر؟ اسمح لي تفضل. اولا اخويا لا يمكن ان يكون هناك مدونه تضبط سلوك اي شخص من ألفه ليائه. مش معقولة أنك من خروجك من بيتك حتى وصولك إلى مكان عملك وكل هذه المحطات إني أجعلها نظام سلوك يحدد كل هذه. أولا أنا ما بحكي عن أحد، أنا بحكي عن نائب يمثل الأمة. تسمح لي. منظمة مدونة السلوك هي تتناول الظاهرة التي تتكرر في مجلس النواب، تتكرر وتصبح تشكل حقيقة الأمر خطورة، نتناولها ونبحث عن حلول لهذه الظاهرة. يعني مثلا أضربك مثال في ذلك، بعض مشاجرات اخواننا زملائنا النواب داخل القبه اصبحت هذه بالفعل اصبحت في مرحله من المراحل ظاهره، انه في كل جلسه بتلاقي نواب اثنين بتهاوشوا مع بعض. ليش يتهاوشوا؟ اما احد النواب يدافع عن الحكومه حقيقه الامر، واما احد خالفوا بالراي وكذا. ولهذا لما اتينا احنا الان في مدونه السلوك اللي احنا رايحين ان شاء الله نقرها في هذه الدوره، إذا نقرها إن شاء الله في هذه الدورة مدونة السلوك. نقرها بالأقصى الدورة الاستثنائية. يعني أو بالدورة الاستثنائية. في دورة استثنائية إن شاء الله. بالتأكيد. بالتأكيد. حسب الرغبة. هذه المدونة سوف نتناول كل السلوكيات لبعض التي تحدث في داخل قبة البرلمان وتزعج حقيقة الأمر البرلمان وتزعج الناس. من ضمنها الغياب والحضور. الآن أنت بتحكي عن غياب الحضور. حقيقة الأمر أنه مش معقولة يحضر من 150 نائب يحضر 40 نائب. هو هو 40 ترى نصاب قانوني، لأنه أنت عم تتحدث عن 76 76 أكثرين منهم إذا حضر 40. لكن هل يعقل أن يغيب 110 نواب؟ وين رايحين هذول؟ هلا لا أتحدث عن الأسباب، الأسباب زي ما تحدثت لك إياها. نوابنا نواب خدمات، كثير من الناس لا بهمه التشريع ولا بهمه الرقابه، بهمه شو عينت لي وشو نقلت لي وشو خدمتني بالدائره الفلانيه وشو خدمت بالدائره الفلانيه، وجيتني على العزاء وما اجيتني، وجيتني على مناسبتي وما اجيتني جيتني. هذه الذي يعني هذه الاسباب الحقيقيه حقيقه الامر، بالاضافه الى السبب الذي تحدث فيه زميل عدنان، انه بالفعل يعني انا بقول لك ان مجلس النواب يعني اصبح ظاهره صوتيه. يعني احنا في كل من اجينا على مجلس النواب ونحن نتخذ القرارات التي لصالح الناس. طيب شو سوينا؟ طيب احنا اصلا بطلنا نجابه الناس. يقول لك طيب انت قررت يا ابن حلال عدم رفع البنزين، قررت بطرد السفير الاسرائيلي، قررت انه ما بدنا اتفاقيه الغاز. طيب شو سويتوا انتوا يا نواب؟ يعني صرنا احنا نستحي من انفسنا. صحيح. يعني حقيقه الامر خلينا نحكي على المكشوف، صرت استحي من ليه؟ ولهذا ساوتنا الحكومه والحكومات ساوت العبارة عن مجلس النواب عبارة عن ظاهرة صوتية. جزء من زملائنا النواب يغيب، يقول لك يا أخي أنا بروح بزور لمريض بهالمستشفى. خلينا نستحي على حالي. ولهذا هناك أسباب مدونة السلوك زي ما تفضل زميلنا عدنان. لا يمكن مدونة السلوك تحل كل المشاكل. تعرف ليش يا أخي؟ لأن المؤسسات تنهض بعضها مع بعض، كل المؤسسات الدولة تنهض كلها مع بعض. أنت قايل من عقلك أنه بكون هناك مجلس نواب عندي ذو كفاءة عالية والحكومة منهارة، أو المؤسسة التعليمية منهارة، أو المؤسسة كذا. المؤسسات كلها ترتقي مع بعضها بعض. الآن لا يمكن تروح في أي دولة من دول العالم بتلاقي مؤسسة متميزة ومؤسسة لا سمح الله متراجعة. المؤسسات ترتفع في الدولة كلها مع بعض. ولهذا هي مدونة السلوك في فتح النظام الداخلي. ليش بنفتح النظام الداخلي؟ لأنه هناك كثيرا من المواد تعالج سلوكيات النواب في النظام الداخلي. هذا فتحنا في هذا. نريد أن نأخذ هذه المواد لنضعها في مدونة السلوك ونضيفه عليها. طيب. هذا الموضوع بفتح النظام الداخلي. لكن موضوع فتح الدستور في المادة اللي حكيت لك إياها هي حقيقة الأمر إنه يجب أن يفتح. ولا يتعارض ذلك مع التشريع. أنا ما بدي لا بدي أغير. أنا بدي أسعى عن موضوع الأكثرية الغالبية المطلقة لحضورهم في مجلس النواب، وهذا تماشيا مع كافة برلمانات العالم. وردت نصين، أغلبية وأكثرية.